بونجور اون فوا، ازيكم تاني؟ هنكمل مع بعض بقى اكزرسيس، عايزاكوا تحلوا معايا مش هشتغل لوحدي. اول اكزرسيس عندي باج 30 اوكي. شوازي لو مو كونفونابل، هنبدا نختار الكلمه الصح حسب الفوتو اللي عندك، حسب الصوره. اول صوره دي صوره ايه؟ كافيه ولا جوس؟ اكسلان جوس، وده حاجات في الفيرست تيرم. تمام، هنراجع مع بعض عادي كله. دوزيام فوتو دي صورة ايه؟ موتو او تاكسي؟ اكسلون موتو. البوك، البوك كان اسمه ايه في الفرنش؟ ليفغ ولا ستيلو؟ اكسلون اللي ليفغ. الفيش عملنا عليها ريفيزيون. بي بواسون، اكسلون بي بواسون. التوميتو كان اسمها ايه؟ او اوف او تي تومات؟ اكسلون تي تومات. بون اكسلون يا ولاد. دوزيام باج، باج 31. شوازي لا لتر كونفونابل، الصورة هتختار عليها اللتر الموجودة، اف ولا اش؟ يو او جي ال ان كا اس. هتشوف الصورة وتاخد اللتر الاولاني بتاعها، زي اول صورة مثلا دي اليونيفورم بتاعك كان اسمه يو يونيفورم، دونك يبقى هختار اليو واعمل كده سبخيم اليو. تمام، ده هيكون عليكم يا اولاد دوفوار. دوفوار تمام. باج 31 هتكون دوفوار يا ولاد علينا، خلاص زي ما عرفنا هنعمله ازاي. دوفوار قلنا دي صورة ايه؟ صورة اليونيفورم، اولها ايه؟ يو يونيفورم، يبقى هكتب يو وعمل سوبريم للاو. تمام معايا بقى كده، نقلب الباج. دي نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باج 41 نمبر رو غولي غولي يعني ماتش. هنوصل اول حاجة عندي ابدأ ادور على الصورة اللي فيها نمبر 1 بس، هنلاقيها اهي اخر واحدة، نكتب جنبيها دو. فين اللي فيها 2؟ اهم دو. اكسلون يا ولاد. 3 فين؟ هنا كام؟ 1 2 3 4 لا 1 2 3 4 5 لا 1 2 3 يبقى عند البولز دي عند الكور. 4 نمبر 4 عند الاوف البيض. اكسلون اف 4 1 2 3 4 دي كور برضو. 5 عند البالون 5 معايا 1 2 3 4 5. ارجعوا معايا الباج اللي قبلها 40 40. شوازي لا لتر كوريكت، هنختار الحرف المناسب حسب الفوتو اللي عندك. دي ايه؟ او وازو، او الفوتو او وازو، يبقى لتر او. فيها حاجات في الفيرست ترم زي اللي جايه، الليمون سي سيترون سي سيترون. شوازي سي. اكسلون يا ولاد. ده اكس مؤقتا دلوقتي، هنلغيه من مش علينا دلوقتي لغايه ما نخلص. ده كمان اكس، ها 14 كانت كام؟ كو 14. اكسلون شوازي كو. كو 14 first term premier semestre. D
Dauphin, excellent. Choisis D. Excellent en lettres. كده نكون فيني وخلصنا، وهشوفكم ان شاء الله بعدين، يعني لو كملنا ان شاء الله. روفوا يا ولاد.